في خلال فيديو النهارده ان شاء الله هنتكلم عن كل حاجه بتخص الثلاثيه بتاعه الافنجرز الجايه، فبلاش ان احنا نطول ولا نبدا الفيديو. في البدايه كل الكلام اللي هقوله دلوقتي هو مبني على الاحداث اللي موجوده في الكوميكس، ومبني برضه على التسريبات اللي هي عماله بتنزل من زمان، سواء بقى الاخبار او التسريبات اللي اتاكدت او لسه هتتاكد. فما تاخدش الكلام ده ان هو 100% لازم ان هو يحصل اكيد جوه الفيلم، اكيد في مشاهد كتير هتضاف وفي برضه مشاهد تانية هتتشال. ده كله معتمد على الاعمال اللي هي هتنزل قبل نزول الثلاثيه بتاعه الافلام دي، او حتى برضه الاعمال اللي هي هتنزل بينهم. واول الكلام، كل الافلام والمسلسلات اللي هتنزل في العالم بتاع الام سي يو، سواء لكيفن فاجي اعلن عنها او اللي لسه هيعلن عنها في المؤتمرات اللي جايه، سواء سان دييغو كون او دي 23، او حتى الاعمال اللي هيعلن عنها السنين اللي جايه، كلها هتمهد بشكل او باخر للثلاثيه بتاعه الافنجرز الجايه. فبدل ما هنتكلم عن كل مشروع من دول وهنضيع وقتنا فيه، فاحنا هنتكلم عن المهم بس. اول حاجه لازم تبقى عارفها ان الافلام اللي هتختم المالتي فيرس ساجا مؤقتا هيبقى فيلم افنجرز كانج داينستي، وفيلم افنجرز فوريفر، وفيلم افنجرز سيكريت وورز. فيلم افنجرز فوريفر هيكون هو الجزء الثاني من افلام السيكريت وورز، وده لان فيلم افنجرز سيكريت وورز هيبقى جزئين، سواء الجزء الاول او الجزء الثاني، في واحد منهم بشكل كبير هيبقى اسمه افنجرز فوريفر. حوار الترتيب ده مش هيهمنا دلوقتي، ونقطه التقسيم دي هي لسه متاكده من حوالي يومين بالظبط، وده لما كيفن فاجي خد الموافقه من بوب ايجر. وعندنا برضو من ضمن الاخبار اللي هي لسه نازله الفتره اللي فاتت، هو تصريح الممثل كيليان ميرفي على انه ممكن يلعب الدور بتاع دكتور دوم، ده لما هو قال ان هو بالفعل موافق لو مارفل جت عشان تكلمه، ولكن هو محتاجهم ان هم يبعتوا له السكريبت. ولو تفتكروا من زمان عليه تسريبات على انه هيلعب دكتور دوم بالفعل، لما اللي هو قاله ده ممكن يكون مبني على المقابله بتاعته مع كيفن فاجي، ممكن يكونوا الاثنين اتكلموا من زمان وهو عرفه الدور اللي هيلعبه، عشان كده هو بيلمح في خلال التصريحات بتاعته، وعشان كده برضو كان عليه تسريبات من زمان. اما هنا ممكن يكون تصريح منه هو نفسه على انه نفسه يلعب الدور في عالم الام سي يو. طبعا برضو على حسب التسريبات اللي كانت بتخص الشخصيه بتاعت دكتور دوم، فالمفروض ان هو هيظهر في نهايه فيلم الفانتاستيك فور، لانه مش هيكون هو الفيلن بتاع الفيلم، وبدلا منه على انه الفيلن هيكون هو جالاكتوس هو الفيلن بتاع الفيلم الرئيسي، ممكن يتلمح له او يظهر في خلال النهايه بتاعت الفيلم. ذكر برضو ان هو احتمال يظهر في خلال فيلم الثاندر بولتس، وكان في برضو التسريبات على انه هيكون موجود في خلال فيلم بلاك بانثر 3. وعلى حسب التسريبات، في اول مشروع رسمي هيمهد للفيلم بتاع افنجرز كانج داينستي يكون هو لوكي الموسم الثاني، وده لان النهايه بتاعته هتكون هي البدايه بتاعه الاحداث بتاعه الغزو في خلال افنجرز كانج داينستي. برضه على حسب التسريبات، فيلم دكتور سترينج 3 هيكون برضه النهايه بتاعته هي البدايه بتاعه افنجرز كانج داينستي، لكن احنا كنا بنتكلم دلوقتي على اول عمل هينزل قريب. دلوقتي هنتكلم على اول فيلم، واللي هو فيلم افنجرز كانج داينستي. الفيلم ده هنشوف فيه النسخ بتاعه كانج اللي هي ظهرت في خلال الكونسول بتاع كانج، او المجلس اللي كان موجود في انت مان اند زاسب كوانتمينيا. نشوفهم ان هم هيغزو فيه كوكب الارض اللي هو 616. اللي هيعلن الهجوم على كون 616 هيكون هو كانج النسخه بتاعت امورتس، هيساعدوه في القرار بتاعه هيكون هو راما توت والنسخه بتاعت سكارلت سنتريون. شوف جوه الاحداث بتاعت الفيلم ان سكارلت سنتريون وراما توت الاثنين هيتخانقوا مع بعض، في حد منهم هيطمع في المكانه بتاعت امورتس، ده هيعمل صراع بين المجلس بتاع كانج كله. ولكن سبب الهجوم على كوكب الارض بتاع كون 616 هيبقى بسبب ان هم الافنجرز او العيله بتاعت انت مان تحديدا خلال فيلم انت مان اند زاسب كوانتمينيا موتوا النسخه بتاعت كانج اللي هي كانت النسخه المنفيه، ده كان بدون اذنهم، ده عشان هم دخلوا في القرار بتاعهم هم هيدمروا الكوكب بتاعهم، وبجانب ان هم هيغزوا كوكب الارض عشان ينتموا للشخصيه المنفيه، هم برضو هيبقوا عايزين يغزوه عشان ياخدوا الاساور بتاعت شانج تشي والاساور بتاعت ميس مارفل. هنعرف في الاعمال اللي جايه ان هي الاساور دي لما الاثنين بيتحدوا مع بعض بيقدروا ان هم يتحكموا في كل المالتي فيرس كله، وهيوضح برضو جوه الفيلم ان النسخ بتاعت كانج كلها كانت عماله بتلعب في المالتي فيرس، زي بالظبط ما كانج ما قال ساعه فيلم انت مان اند زاسب كوانتمينيا، يكون كل واحد من النسخ بتاعت كانج عمال بيلعب في التايم لاين بتاعه، وبالتالي هو بيعمل تصادمات بين الاكوان وبعضها. وجوه الفيلم هنشوف الفريق بتاع الافنجرز هيكون بقياده دكتور سترينج، هو هيكون معاه القوه بتاعه الدارك هولد واللي هو برده استخدمها ساعه فيلم دكتور سترينج 3، واللي خلاه يكون هو القائد لان هو السحر الاعلى، ولان برده الافلام دي هتبقى برده بتخص مالتي فيرس، وكذلك برده الساجا دي كلها. طبعا اكتر واحد بيتكلم عن المالتي فيرس وبيفهم فيه هو دكتور سترينج. نشوف ان هو الفريق بتاع الافنجرز لما يجي عشان يتجمع هينقسم لفرق ثانيه صغيره، كل فريق من الفرق دي هيواجه نسخه من نسخ كانج في خلال زمن معين. فنشوف ان هو لوكي من الاحداث بتاعه لوكي الموسم الاول والموسم الثاني هينضم بشكل رسمي جوه الفيلم للفريق بتاع الافنجرز، وده لانه هو قابل هي هو ريمينز في خلال لوك الموسم الاول، وهيكون برضه قابل النسخ الثانيه الموازيه بتاعت كانج اللي هتظهر في خلال لوك الموسم الثاني، واللي هيكون منهم النسخه بتاعت فيكتور تايملي. وكذلك برضه بالنسبه لدكتور سترينج هيكون هو القائد، لان برضه هو هيقابل نسخه من كانج في خلال دكتور سترينج 3. برضه سكوت لانج هيبقى قائد فريق من الفرق اللي هتتقسم دي، عشان برضه هو قابل كانج في خلال انت مان اند زاسب كوانتمينيا. لكن في اخبار عماله بتقول انه مش هيكون سكوت لانج، ولكن هيكون هو سبايدر مان، ده لان شركه سوني كانت عايزه شركه مارفل ان هي
هتخلي سبايدر مان يكون قائد فريق الافنجرز، فيا اما هيبقى قائد فريق من الفرقه اللي هتنقسم دي، يا اما هيبقى قائد فريق اليانج افنجرز اللي هيظهروا برضو جوه الفيلم. كل الاحوال كل فريق من دول هيقابل برضو النسخ بتاعت كانج، فاللي هو برضو مش حوار كبير. وتذكر برضو رجوع النسخه الثانيه بتاعت هي هو ريمينز اللي كان موجود في لوك الموسم الاول، ده لانه على حسب التسريبات القديمه هيلعب دور مهم جدا جوه الفيلم، ده لانه هو الشخص اللي هيجمع كل النسخ الثانيه من فريق الافنجرز ومن برضو الشخصيات اللي احنا كنا عارفينها كلهم يهزموا المجلس بتاع كانج. ولكن بسبب الموضوع بتاع الممثل جوناثان ميجرز والقضيه بتاعته، احتمال اللي يعمل كده ما يكونش هو هي هو ريمينز ويكون هو نسخه من نسخ ذا ووتشر، ولو مش هيكون ذا ووتشر فهيكون هو وانج. ذكر برضو الكلام ده هو شبه مؤكد انه من ضمن اول الشخصيات اللي هتواجه كانج جوه الفيلم، طبعا بديهي ان هم هينهزموا منه، يكون اولا شانج تشي وشوري اللي هي بلاك بانثر وسام ويلسون اللي هو كابتن امريكا، وزي ما قلت من ضمنهم ولكن مش كلهم، لسه برضو في شخصيات تانية هتكون معاهم. ذكر برضو انه هيبقى في شخصيات مهمه جوه الاحداث بتاعت الفيلم، الشخصيه بتاعت ريد ريتشارد من كونتو من 138 تاني اللي هو هيرجع تاني، وكمان برضو مستر فانتاستيك من كون 616، وتوم كروز ايرون مان وده هيبقى خدمه للفانز، كمان برضو فينوم توم هاردي. نشوف برضو كريس ايفنز بالدور بتاع هيومن تورش من الفريق بتاع الفانتاستيك فور القديم، وهيلعب برضو في نفس الوقت الدور بتاع كابتن امريكا. وزي ما اتذكر ان نهايه فيلم افنجرز كانج داينستي على حسب بعض التسريبات هي ان احنا هنشوف هزيمه كل النسخ بتاعت كانج اللي موجوده في المجلس بتاع الكانج، وده على ايد الافنجرز، والاحتمال ده هو بالنسبه لي بشكل كبير ممكن ما يحصلش. الاحتمال الثاني على حسب التسريبات الاخيره ان هو النسخه بتاعت كانج اللي باسم برايم كانج هو النسخه الوحيده من نسخ كانج اللي هيقدر ان هو يموت المجلس كله. على حسب برضو تسريبات قديمه فالبيوندر هو اللي هيموت المجلس بتاع كانج كله، بحيث يظهر على انه الفيلم بتاع الفيلم اللي بعده اللي هو فيلم افنجرز فور ايفر، او اللي هو هيكون فيلم افنجرز سيكريت وورز الجزء الاول، على حسب بقى المسميات اللي هم هيحطوها وقتها. وبعد هزيمه كل المجلس بتاع كانج وبعد ما هم ما كلهم يموتوا هنشوف ان هو هيتعمل الكون بتاع الباتل وورلد. طبعا على حسب التسريبات اللي قلتها الفتره اللي فاتت وكانت عماله بتنزل كتير واظن ان انتوا برضو شفتوها، الكون ده اللي هيعمله هيكون البيوندر اللي هو من فيلم انت مان اند زاس بكوانتمينيا بمساعده الشخصيه بتاعت سكارلت ويتش. وعلى حسب برضو الكلام بتاع الكاتب القديم للسكريبت اللي هو جيف لوفنز، ذكر ان هي كانت نقطه اساسيه هتبقى موجوده في الافلام بتاعت الافنجرز الجايه، واللي هي ان احنا هنشوف الشخصيات ان هي هتموت سواء عن طريق التضحيه يا اما هم ممكن يموتوا من الاحداث نفسها. في نقطه برضو عشان تبقى فاهمها في الافلام بتاعت الافنجرز الجايه قبل ما هي ما تنزل، حسب الكلام بتاع روسو براذرز بعد نزول فيلم افنجرز اند جيم المفروض انه فيلم اند جيم كان هيموت فيه كل الشخصيات بتوع الافنجرز القدام، بحيث انه يتم استبدالهم بشخصيات تانية جوه الاعمال اللي جايه، لكن هم غيروا النقطه دي وقالوا ان هم هيموتوهم كلهم في الاعمال اللي هتنزل بعدين، لان مش هيقدروا يموتوا كل الشخصيات في خلال فيلم واحد، لان برضو الموضوع بتاع التعزيه ده هياخد وقت طويل جدا جوه الفيلم، كل شخصيه مش هتلحق تاخد التوديع المناسب ليها. وعلى حسب برضو الشخصيات اللي كان عليها تسريبات على انها ممكن تموت في خلال الاعمال الجايه، فاول شخصيه معانا واللي هي الشخصيه بتاعت ثور والشخصيه بتاعت كلينت بارتون او هوكاي والشخصيه بتاعت هالك والشخصيه بتاعت هانك بيم والشخصيه بتاعت جانيت فان دايم والشخصيه بتاعت ميس مارفل والشخصيه بتاعت سبايدر مان توبي ماجواير والشخصيه بتاعت دكتور سترينج. والمفروض عندنا بعد انشاء الكون بتاع باتل وولد هيبقى في مشاريع عماله بتنزل موجوده برضو في نفس الكون الجديد، على حسب التسريبات فهيبقى من ضمن المشاريع دي هيبقى فيلم وورلد وور هالك، واللي برضو على حسب التسريبات القديمه هيقدم الشخصيه بتاعت هالك بتاعت الممثل ادوارد نورتون، لكن المره دي لما يتقدم في العالم بتاع الام سي يو هيتقدم بالشخصيه بتاعت هالك المعروفه في الكوميكس باسم المايسترو، واللي بيلعب دور مهم جدا في الاحداث بتاعت السيكريت وورز لما هو بينقلب على دوم. وبالنسبه لفيلم افنجرز سيكريت وورز الجزء الاول هنشوف جوان والبيوندر هيكون هو الفيلم بتاع الفيلم، وهنشوفه بالفعل مجمع كل الابطال في خلال كون واحد واللي هو الكون بتاع الباتل وولد، كلهم هيضربوا بعض عشان يبقى في كون واحد بس هو اللي يعيش. من ضمن الاكوان اللي هتبقى موجوده جوه الفيلم هيبقى اولا الكون بتاع الام سي يو اللي هو كون 616، والكون بتاع 838 بتاع فريق الاليموناتي، والكون بتاع العالم بتاع شخصيات فوكس، والكون بتاع شركه سوني القديم اللي هو موجود فيه توبي ماجواير، واللي هيكون معاه برضه في نفس الكون بتاعه ذا بانشر ودير ديفل وجوست رايدر والفانتاستيك فور ولوجان وغيره. عندنا برضه الكون بتاع اندرو جارفيلد اللي هيجي منه ومعاه الشخصيه برضه بتاعت فينوم بتاع توم هاردي. على حسب بعض التسريبات فاحنا هيبقى عندنا نسخه من مايلز موراليس هتبقى عايشه في العالم بتاع اندرو جارفيلد، وبشكل كبير هتبقى النسخه دي هي النسخه بتاعت الانيميشن بتاعت سبايدر مان بيوند سبايدر فيرس. وهيبقى برضه عندنا اكوان ثانيه من الاكوان بتاعت شركه سوني الموازيه للانيميشن، واللي ظهرت في خلال فيلم سبايدر مان اكروس سبايدر فيرس وسبايدر مان بيوند سبايدر فيرس. ومن اهم الاكوان دي الكون بتاع مايلز موراليس والكون بتاع جوين ستيسي والكون بتاع بيتر بي باركر اللي هو 616 بي، والكون بتاع سبايدر مان نوار اللي هو ينقلب لايف اكشن، والكون برضه بتاع سبايدر سيلك، والكون بتاع سبايدر مان 2099. حسب الكلام بتاع ايمي باسكال فاحنا عندنا سبايدر مان اللي موجود في العالم الانيميشن بشكل كبير هيظهر في خلال فيلم افنجرز سيكريت وورز، وده كان تلميح منها. وبعد كده لقينا الناس من جوه سوني نفسها اكدت الخبر ده وقالوا انه بالفعل مايلز موراليس هيظهر ولكن هيكون برضه انيميشن. الفكره هنا جوه الفيلم ده ان احنا هنشوف كل الابطال من كل الاكوان الموازيه بيضربوا بعض بهدف انه يكون واحد بس هو اللي يفضل عايش. والصراحه هي النقطه دي نقطه حلوه ومحمسه ليك ان انت تتفرج على فيلم فيه كل الشخصيات عماله بتضرب بعض، ولكن في نفس الوقت الحوار بالنسبه لك مش هيبقى كويس، ان انت هيبقى عندك الكون بتاع الام سي يو نفسه هتشوف فيه ان هو مايلز موراليس مع
سبايدر مان توم هولاند هيكونوا الاثنين دول ضد سبايدر مان توبي ماجواير وضد اندرو جارفيلد، وهنشوف برضو لوجان ان هو ضد النسخ الثانيه منه، وبروفيسور اكس هيبقى برضو ضد النسخ الثانيه الفاريانت منه، وجوست رايدر برضو ضد النسخ الفاريانت الثانيه منه، وكذلك برضو دير ديفل بين افليك ودير ديفل شارلي كوكس، وفينوم توم هاردي، واحتمال فينوم بتاع الام سي يو، واحتمال برضو فينوم بتاع توفر جريس. غير كده عندك هالك وشي هالك وريد هالك، ضد النسخ بتاعت هالك بتاعت ادوارد نورتون والنسخه بتاعت هالك القديمه. غير كده طبعا هيبقى عندك سانوس، وهيبقى عندك برضو نسخ ثانيه من ذا بانشر، طبعا نسخ ثانيه من ديدبول وغيره برضو من بقيه الشخصيات. ومن ضمن الافكار برضو اللي كانت بتنزل اونلاين واللي احنا برضو شفناها عماله تتسرب كتير، احنا نشوف مواجهه بين الفانتاستيك فور القدام مع الفانتاستيك فور بتوع عالم الام سي يو. شوف ان توبي ماجواير هيتحد مع نسخه من لوجان من العالم القديم بتاع شركه فوكس ضد بقيه الشخصيات اللي هتبقى موجوده قدامهم واللي هيكونوا بيهاجموهم، وطبعا برضو غير روبرت داوني جونيور ضد توم كروز، ودي لوحدها حوار تاني. وعلى حسب التسريبات اللي نزلت من بعد سبايدر مان نوي هوم واللي برضو اتكلمت عليها هنا اول ما هي ما نزلت، ان شركه مارفل كانت ناويه ان هو فيلم افنجرز سيكريت وورز هنشوف فيه ان توبي ماجواير واندرو جارفيلد وتوم هولاند هيبقوا لابسين البدل بتاعه السيمبيوت، وده برضو لوحده حوار تاني. ذكر برضو ان روبرت داوني جونيور لما يظهر في خلال فيلم افنجرز سيكريت وورز هيبقى هدفه جوه الفيلم ان هو ينتقم من سكارلت ويتش انها موتت الفريق بتاع الاليموناتي. نهايه الجزء الاول من السيكريت وورز هنشوف ان الشخصيات دي هتبطل ان هي تضرب بعضها، وهيحاولوا ان هم يتعاونوا ويعملوا خطط تانية عشان يوقعوا بيها الفيلن واللي هو زي ما قلت هيكون هو البيوندر. وبعدين هنشوف ان دكتور دوم هيعمل نفسه ان هو البطل وهو اللي هيحل المشكله دي كلها اللي هتبقى موجوده ساعه الاحداث، وبعدين هياخد القوه بتاعه البيوندر لنفسه. ده هيبقى قبل لحظات بسيطه جدا من انهيار المالتيفيرس. نشوف في النهايه الافنجرز هيدركوا ان دكتور دوم بقى هو الامبراطور دوم، وده هيمهد للجزء الثاني من افنجرز سيكريت وورز. وهنشوف في خلال الجزء الثاني من السيكريت وورز ان هو الفريق بتاع الافنجرز هينقسم برضه لفرق ثانيه، طبعا الفريق وقتها هيبقى معاه برضه نسخ ثانيه من المالتيفيرس. الفريق الاول هيبقى فيه الشخصيات اللي هي متابعه دكتور دوم ومؤمنه بيه، يعني هم عارفين اللي هو بيعمله ده هيكون صح، والشخصيات دي هيبقى ليها علاقه مباشره مع دكتور دوم، ومنهم دكتور سترينج، فاليريا ريتشارد، وثور مع شويه نسخ ثانيه برضه منه، وكابتن مارفل، ونسانيال اسكس او مستر سينستر. الفريق الثاني هيكون من سبايدر مان توم هولاند واندرو جارفيلد وسبايدر مان توبي ماجواير، كمان برضه مايلز موراليس من الكون بتاع توم هولاند، واحتمال برضه في نسخه كمان هتبقى جايه من الكون الانيميشن او من الكون بتاع اندرو جارفيلد، وغالبا النسخه دي برضه هتبقى بتاعه مايلز موراليس. وهنشوف جون ستيسي من الكون 65، شخصيه بتاعه مي دي باركر من الكون 982، وهنشوف كيتي برايد من العالم بتاع الاكس مان، شوف برضه الشخصيه بتاعه روج، والشخصيه بتاعه كلوسوس من فيلم ديدبول، كلوسوس بتاع عالم الاكس مان، وهنشوف تشارلز اكزيفير النسخه الشابه منه، والشخصيه بتاعه ديدبول، والشخصيه بتاعه ويكن وسبيد اللي هم عيال واندا. شوف الفريق الثالث هيكون موجود في الاراضي الميته هو دكتور دوم نفاهم فيها، المنطقه دي هيوضح ان دكتور دوم ملهوش اي سيطره عليها، ومن ضمن الشخصيات اللي هتبقى موجوده هناك هيبقى مون نايت والسا بلود ستون وبليد ووانج وسكارلت ويتش، وفي نسخه زومبي من سكارلت ويتش. ونهايه الفيلم هتكون اتحاد كل الشخصيات من الاكوان الموازيه ضد دكتور دوم، وهنشوف ان هم مخططين لاكتر من شيء هيعملوه في نفس الوقت، اللي هو زي ما تقول برضه نفس الفكره بتاعت الكوميكس بالظبط. لما يتهزم دكتور دوم هنشوف ان الكون بتاع الباتل وورلد هيتدمر، كل الشخصيات هتبقى موجوده في خلال كون واحد بس، وريد ريتشارد هو اللي هيعيد تشكيل كل الكون، وده على حسب خبرته وعلى حسب برضه اللي هو كان عارفه عن المالتيفيرس وكان برضه عارفه عن الفضاء. وزي ما اتذكر ان بعض الشخصيات هترجع لاكوان تانيه موازيه، وبعض الشخصيات التانيه هتبقى موجوده في نفس الكون، واللي هيبقوا موجودين هيبقوا الاكس مان نسخ بتاعت سبايدر مان، وعندنا ديد بول، فانتاستيك فور القدام، شخصيه جوست رايدر بتاعت نيكولاس كيج، هيبقى في نسخه من نسخ ايرون مان، يا اما هيكون روبرت داوني جونيور او هيكون هو توم كروز. والنهايه بتاعت الفيلم هتكون عباره عن ريبوت للعالم بتاع الام سي يو كله. الفيلم اللي بعده اللي هيكون اكبر من فيلم السيكريت وورز هيكون فيلم افنجرز ايترنيتي وورز. بس كده يكون فيديو النهارده خلص، لو عجبك الفيديو حط لايك على الفيديو واشترك في القناه لو انت لسه ما اشتركتش، وتاكد ان انت مفعل الجرس بتاع الاشعارات على الكل عشان يوصلك كل الفيديوهات اول باول، وعندك حسابات السوشيال ميديا موجوده تحت في الديسكربشن وظاهره قدامك دلوقتي على الشاشه ممكن انت تتابعنا عليها، ولو عندك اي راي اكتبه لي تحت في التعليقات كده كده برد على الكل، واشوفكم المره الجايه وبيس.